يا رب دايماً الخير يملأ كل البلد. بص من البداية كده أنا أشجعك جداً 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 إنك تتعامل مع مصر الخير. أنتوا طبعاً عارفين، يمكن أكيد شفتوا الحملة بتاعة صك الأضحية دي كده سنة 10 عقبال ما تبقى يا رب السنة رقم 1000 في وقت من الأوقات، يعني بتكلم بجد. يعني ليه بقى؟ لأن احنا هنا بنتكلم على صك أضحية بيخدم كل الناس، لكل المصريين في أي محافظة، في أي نجع، في أي كفر، في نواحينا عندنا في القطر المصري بجمهورية مصر العربية. طيب وبنتكلم هنا على أنه هذا التوزيع بيروح دايما لأهلينا الأكثر استحقاقا، وعلشان برضو احنا عندنا العرف المصري بتاعنا يقول لك ايه، طب انا عايز برضو يبقى فيه جزء من الاضحيه عندي. فمصر الخير بتقول لك والله مثلا الصك اللي هو ب 9700 ده اظن بيجي لك معايا 9 او 10 كيلو لو انا متذكر الرقم مظبوط. المهم انه وبيجي لك متقطع ومحطوط في الاطباق الفوم ومبرد ومتغلف ولحد باب البيت عندك و100 فل و14، يعني خدمه زي ما بتقال خمس نجوم كده، ده فعلا مش هزار. واللي جرب مصر الخير تحديدا يعرف وعارف كويس قد كده الناس دول فعلا منظمين لابعد الحدود. الحاجه الثانيه الفروع بتاعت مصر الخير هي فروع منتشره في كل حته تقريبا. لما تيجي تخش اي فرع لفروع مصر الخير هتلاقي الشبان زي الورد والله العظيم دون اي مبالغه. يعني انا عارف الشبان اللي في الشيخ زايد مثلا زي السكر، لطف الدنيا، ادب الدنيا، نظام الدنيا، حاجه يعني ما حصلتش. فانا بقول لك بامانه شديده جدا تعامل مع مصر الخير مش بس وانت مطمن، هتتعامل معاهم وانت سعيد، لانك هتبقى عارف 100% انه الصك اللي انت اشتريته ده راح للناس اللي فعلا محتاجاه، وفي نفس الوقت التعامل سهل سريع سلس في اعلى درجات التهذيب. معانا على التليفون المهندس احمد علي المدير التنفيذي لبرنامج صك الاضحيه بمؤسسه مصر الخير. اهلا 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 يا باشمهندس احمد. استاذ يوسف ازاي حضرتك؟ وكل عام وحضرتك طيب، وبشكر حضرتك على الثقه والمقدمه العظيمه. والله العظيم انا بقول لك الكلام ده، لا ده انتوا تستحقوا اكتر منها الف مره، ان انتوا بتعملوا دور عظيم. ده من ناحيه، من ناحيه تانية يعني التجربه خير دليل زي ما بيتقال. انا شفت الولاد والشبان الرائعين اللي موجودين في الفروع والمكاتب بتاعت مصر الخير، حاجه 10 على 10 يعني. ربنا يحفظ حضرتك يا رب، يا رب يحفظك. قول لي حاجات اكتر من اللي انا اعرفها عن الصك. الصك سلسله كبيره قوي، ال 9900 جنيه دي قيمه الصك، دي بتمثل صبع عجل. حلو. بدايه السلسله خالص توفير فرص عمل في المزارع اللي حضرتك شفتها في التقرير من شويه. ايوه. الاثنين المستحقين دول فرص عمل، شباب عاطل عن العمل في المناطق المحيطه بالمزرعه. بيبداوا يتملكوا مجموعه من الرؤوس، نشتري منهم الرؤوس بفلوس صك الاضحيه. يعني فلوس حضرتك دي وفرت في البدايه خالص فرصه عمل. حلو قوي. تمثل صبع عجل قيمه الصك مع حوالي من 25 ل 27 كيلو. كلها بيتم ذبحها طبعا وفق الشريعه بشكل كامل، الحمد لله رب العالمين ملتزمين جدا بيها. التلتين 18 كيلو يوصلوا للمستحقين في ايام الاضحيه مباشره في اربع ايام التشريق، ثلاث ايام ونص. التلت اللي هو يمثل 9 كيلو نوصله لحضرتك لغايه باب البيت لو تحب، او لغايه منافذنا او فروعنا المختلفه لو تحب برضو. حلو. فباي شكل من اشكال التبرع بقيمه الصك 9900، سواء كان حضرتك من خلال 16140 او الموبايل ابلكيشن او الويب سايت او الفروع بتاعتنا كمان تقدر تتبرع من خلالها مباشره، تتم مع حضرتك كل السلسله دي. طيب دي كده احنا بنتكلم على فرصة مزدوجة لو صح التعبير، من ناحية صحيح. بوفر فرص عمل، ومن ناحية تانية بودي اللحوم لمستحقيها. انا عايز ابدأ الاول بالحتة بتاعت فرص العمل دي علشان عجباني جدا، وبصراحة انا ما كنتش عارف عنها حاجة. يوسف قريب من المزرعة عند حضراتكم وعاوز يتعامل معاكم، هعمل ايه اول حاجة؟ انا ما عنديش اي حاجة، ولا عندي ولا رؤوس ماشية ولا اعرف حاجة، قولي بقى هعمل ايه؟ هينورنا في المزرعة، يسجل اسمه، بيتعمل له بحث اجتماعي مباشرة، ينطبق عليه المعايير علشان برضو عدالة الوصول للمستحقين تبقى سليمة، ما يبقاش فيها استثناءات علشان يعرف حد او خلافه.
ينطبق عليه المعايير يبدا يندمج في البرنامج التدريبي جوه المزرعه. جميل. يبقى ليه جوه العنابر الملاعب اللي حضرتك شفتها دي، احنا بنسميها ملاعب. ليه 20 راس وسط القطيع بالكامل، كل مواطن ليه 20 راس او كل مستحق ليه 20 راس. جميل. يتم التربيه باشراف هندسي وبيطري بالكامل من خلال مصر خير، نعلمه يعني ايه صناعه انتاج حيواني بنهايه الدوره من 4 لـ6 شهور حسب الاوزان اللي بتكون موجوده جوه الملعب. بنبيع له ونساعده اولا لو بره الموسم، نساعده ان احنا بنبيع اصلا لسلاسل السوبر ماركت، احنا النهارده مصر خير من اكبر منتجي الثروه الحيوانيه في مصر. برافو. فنبيع له القطيع بتاعه ويبدا يكون طبعا مع مرور الوقت بيتعلم معانا اداره انتاج حيواني، ايرادات ومصروفات وتكاليف، علشان راس ماله ما يتاكلش، ما ياخدش منه يصرف على بيته. طبعا. فيبدا يهم او يجنب الجزء بعد ما طبعا يبقى جمع كل المصروفات على جنب، يجمع الجزء اللي هو العوائد بتاعته ويبدا ياخدها مباشره. دي الفرصه بتاعته او فرصه العمل اللي حصل عليها، العوائد بتاعته. هايل. يكرر التجربه معانا لو هو حب ده، او ياخد نفس العدد من القطيع ويستقل في مزرعه مستقله. طيب هنا هخش على المعايير، المعايير تقريبا في مجملها ايه او ابرزها ايه؟ ابرزها انه ما يكونش عنده فرصه عمل بديله. ابرزها انه ما يكونش مالك لمساحه اراضي بالافدنه تتجاوز الـ5 افدنه، انه ما يكونش يمتلك منازل، ما عندوش مظاهر من مظاهر الثروه او معايير من معايير الثروه. حد يستحق ان احنا نوفر له فرصه عمل. صحيح صحيح. طيب المبلغ اللي هيبقى بيتملك بيه الـ20 راس دول هو بيجيبهم ازاي، ولا انتوا بتساعدوه يحصل على تمويل، ولا ايه؟ طبعا كل البروسيس دي احنا بنبقى متداخلين معاه فيها، يعني احنا مثلا في اغلب الاوقات بنبقى متعاقدين مع بنوك، بنك التنميه الزراعي، بنك الاهلي، بنوك كتير بتشتغل مع مصر خير. الجزء الفنادي بالذات احنا الممولين بالكامل للحمله او للرؤوس اللي دخلت الحمله. جميل. فشكل التمويل احنا بنبدا نيسر له اموره دي، وكل اللي يهمنا منه انه يكون بس ملتزم. 100 فوق. حاجه اكتر من رائعه، حاجه اكتر من رائعه، ما شاء الله. الله ينور، برافو، كملوا على كده، واحنا دايما معاكم وفي ظهركم، ويعني نشجعكم وندعمكم ونعمل اي حاجه ممكنه علشان خاطر مصر الخير بتساعد كل الناس، اللي عاوز يشتغل والذي يستحق كمان هذه اللحوم. بشكرك جدا مهندس احمد علي، المدير التنفيذي لبرنامج صك الاضحيه بمؤسسه مصر الخير.